تجاذبات وسجالات دارت تحت قبة البرلمان السوري منذ أول تأسيس له عام 1919 تحت اسم المؤتمر السوري، حتى إعلان الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958 وصولاً لعودة هذا البرلمان بكل سجالاته في زمن الانفصال وقبيل انقلاب البعث. مرحلة عنونت بشخوص ورجالات قانون عرفوا طريقا للوصول إلى الشارع السوري الذي ما فتئ آنذاك يرتقب جديد أخبار برلمانه عبر صحافة عرفت الحرية والتعددية وقتئذ بموجب سلسلة من الدساتير آخرها وأهمها إعلان دستور 1950. لم يكن برلماناً لرسم شأن أمة بقدر ما أضحى ساحة حرب وسجال عنوانها الإيثار لرسم مستقبل شعب ذي شأن بين الأمم. يقلب السوريون صفحات تاريخهم الشاهد على تشكيل لجان صياغة الدستور بانتخابات من الشعب خلال كتابة دستور عام 1950 في زمن أديب الشيشكلي. فالشعب هو ذاته من يختار ممثليه على أسس وطنية بحتة دون النظر إلى عرق أو دين، ولا يمنح الاختيار حصانة لأحد، فوقتها من يخطئ يقع تحت المساءلة وعلى الملأ. فما حدث مع ناظم القدس حين كان رئيساً للبرلمان خير دليل، فلم يشفع له تاريخه القانوني العريق من وضعه في مرمى الانتقاد والمحاسبة لمجرد اتهامه فتح شارع بالقرب من منزله ما يمنحه قيمة أعلى، حيث رد على هذا الاتهام برسالة يقول فيها: أيها الزملاء، لقد وجهت لي جريدة الرأي العام تهمة مفادها أنني أمرت بفتح شارع يمر قرب قطعة أرض لي بهدف رفع سعرها، وأنا منذ هذه اللحظة أضع نفسي أمامكم موضع المتهم وأطلب تشكيل لجنة برلمانية ترافقها لجنة فنية تذهب إلى موقع الأرض وتعين على الطبيعة صحة الاتهام، فإن ثبتت التهمة أطلب منكم رفع الحصان عني وتقديمي إلى المحاكمة. هناك حيث كانت سوريا عنواناً بارزاً في مسار الديمقراطية الفتية المعتمدة على الحراك الشعبي والمعبرة عنه رغم الهناة وتدخل العسكر المتتالي، إلا أن هذه الشمعة ظلت مشتعلة إلى أن حصل المحظور وتسلم البلاد شرذمة حولتها من دولة إلى مزرعة يتاح فيها كل شيء خدمة للديكتاتور وزبانيته. فلا تخطئ عين الرأي في لحظ فروقات كانت حجر أساس في الجمهورية السورية. أضحت أثراً بعد عين في دستور حافظ أسد عام 1970 الذي انتظر 20 عاماً ونيف لاقتناص فرصة وأد الجمهورية ودستورها وتأسيس جمهورية أبدية بعد خلاصه من رفاق دربه من البعثيين تباعاً، ليلتفت إلى تلقين دستوره للشعب السوري على حساب الدم السوري وكرامته. بعثية اشتراكية تعرف عليها السوريون واشتراكيو الهوى السياسي بمفهوم حافظ أسد على أرض الواقع. اعتقالات، مجازر، ملاحقة الأحزاب ومصادرة ممتلكات السوريين عبر تأميم مزاجي على كبرى مفاصل الاقتصاد السوري والإعلام. ولأن المسيرة مستمرة في سوريا المزرعة والمجزرة، فخلف أناقة الصورة في برلمان غائب يتجلى بؤس الحال وربما سوريا الأخرى. هو يعيشنا كلنا ونحبه ونعتز فيه الأمة العربية كلها. فالحال السوري في واقع نظام أسد على ما يرام، لطالما أن الانتخابات حق والحق يقال. صور ولافتات تهندس انتخابات ما تبقى من برلمان يدعي مرجعيته للسوريين عبر شخوص مجهولي الأصل حديثي الفصل، فمن هم؟ يتساءل السوريون. بمثل على الشعب كله، أنا ممثل عضو مجلس الشعب. لا أثر للقدامى من المرشحين، فالمجلس الذي ينسب اليوم زورا للشعب بات مكافأة لكل أفاك وقاتل تاجر بدماء وقوت السوريين، فوحده مجلس شعب أسد في العالم يجمع كل صنوف المجرمين وجميع أشكال الشبيحة، فهنا الساحة لهم للحصول على نصيبهم بما شاركوا، ومرتع لتقاسم فتات البلاد والمزاحمة على ما تبقى من رغيف عيش السوريين، ولا ضير من مهزلة أضاعت هيبة مجلس كان اسمه يوماً برلمان. والإعلام ضروري،
والطبل والزمر ضروري عشان بيقوي شعبنا وبيقوي العزيمة الناس. أميرة غانم أو أم البيار، امرأة قانون بلباس عسكري، لا تمنع من إحياء طقوس فنية على أنغام تراث الجزيرة السورية. والغريب من ترشح أم البيارق ومثيلاتها إلى البرلمان أن فوزهن غير موجود لدى عموم السوريين. مرشحون أضافوا حس الفكاهة للشعب حتى أضحت مداخلات البرلمان مسلسلاً كوميدياً جديداً يضاف إلى قائمة تفضيلات السوريين، وإن حضرت المحاسبة فاعتذار لدقائق يكفي. ليدخل نوع آخر من المرشحين في ثلاثيات عائلية، نصب الخيام والولائم لدخول معترك انتخابات مضمونة النتائج. فلا ضير من تقاسم فتات البلاد، لطالما أن كل شيء تحت أنظار مخابرات أسد، ولطالما أن المجزرة مستمرة.